السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذا الخبز ديال السمسم بطريقه اخرى، خبز صحي للمرضى السكري والناس اللي كيعانيو من حساسيه الجلوتين السيلياك واللي كيتبعوا ريجيم الكيتو والكارب. خبز جميل جدا، طريقه سهله وفي متناول الجميع، خبز صحي ديال السمسم. ممكن نستعمله مع اي نوع من الجبن او العسل لمرضى السيلياك. خبز يعني كما كتشوفوا هشيش دغيا كيتفرتت لانه ما فيهش الجلوتين. خبز رائع، كنتمنى يعني يعجبكم هذا الخبز هذا وتتبعوا معنا المقادير والطريقه ان شاء الله. مره اخرى هذه طريقه اخرى ديال الخبز ديال السمسم. هاد السمسم نقول لكم بعض الفوائد ديالو، لانه مهدئ طبيعي للاعصاب، كما انه يحسن عمليه الهضم ويخفض ضغط الدم، كما انه يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم ويعزز صحه العظام والمفاصل. من فوائد ايضا اكل السمسم على الريق، ان اكل السمسم على الريق ينظم ضغط الدم، المحافظة على صحة القلب، وينظم مستويات الهرمونات، ويخفض مستويات الكوليسترول. دابا المقادير هما 3 بيضات وواحد الكوك، كاس ديال الكوك، و3 ملاعق ديال زيت الزيتون او اي نوع من الزيت تستعملونه، او الزبدة الحيوانية والجبن ايضا مثلثات او مربعات او اي نوع من الجبن، اذا كان ممكن 2 ملعقتين كبيرتين. عندي واحد الخمارة ديال الحلويات، وعندي 2 ساشيات ديال بديل السكر اختيارية، وعندي 2 ملعقة كبيرة ديال الخل. الخل كتكون مكان محسن الغذائي، هاد الملعقة ديال الخل كتساعد انها يعني كتغطي على المذاق ديال البيض، كما انها تحسن الخبز ويكون على شكل جيد، كيتنفخ وكيخمر تيولي مزيان، كيتفاعل مع الخميرة ديال الحلوة باش كيكون الخبز زوين. اذا هادو هما المقادير ديال الخبز. دابا غادي نطحن هاد السجلان، هذا نطحنو طحن جيد. هنايا نزيد 3 ديال البيضات مع الجبن، شوية ديال الملح، اللي ما تيبغيش البيض ممكن يستعمل زرع الكتان، بذور الكتان، 3 ملاعق كبيرة، يديرهم في واحد الكاس ديال الماء سخون، يخليهم تيطلقو الماء ديال العلامية، ويصفيهم ويستعملهم بديل البيض. نخلط هاد العناصر كلها ان شاء الله ونرجع معاكم. من بعد كنضيف زيت الزيتون 3 ملاعق كبيرة، او اي نوع من الزيت كتستعملو، او الزبدة الحيوانية ايضا، اي حاجة كتنفع، 3 ملاعق كبيرة. واللي ما كيستعملش ما تياكلش الاسدان الحالي مشتقات ممكن يستغنى على الجبن. بعد كنستعمل الكوك، كاس ديال الكوك، وكنستعمل 2 أغلفة ديال بديل السكر، هذا اختياري باش كيجي داك المذاق ديال الزنجلان كيحلي شويه. من بعد كنضيف خميره ديال الحلويات، بحال الخميره على حسب الذوق، اي نوع من الخميره ممكن نستعملوه. بعد كندير 2 ملاعق كبيرة ديال الخل التفاح. من بعد نحرك هاد العناصر كلهم حتى كينسجمو، كنضيف ليهم هاد السنجلان اللي طحنتو مزيان، طحنتو تقريبا شويه ديال الزيت ديالو، من داك الزيت ديال اللي مزيانو اللي فيه، وكنضيف. من بعد نسيت واحد سميتو هو الماء والحليب، كنخفو بيه العجينة إلا كان جامد شوية. بسم الله، هاد الخبز هدا زوين للمرضى السكري والناس اللي عندهم حساسية الجلوتين السيلياك، والناس اللي كيتبعو الريجيم أو نظام الكيتو ولا كارب أي نوع من الريجيم، الناس اللي كيعانيو من السمنة. من بعد كنضيف واحد كاس صغير ديال الماء والحليب، كنضيف الماء يعني اللي مكيشربش الحليب المشتقات ديالو راه يستعمل غير الماء، راه كيجي
نتيجة بحال بحال. هذا هو الشكل ديال العجين بحال هكا بهذا الشكل. هذا المقياس ديال الخبز ديال السجلان السمسم. من بعد كناخذ هاد الخليط ديال الخبز كنصبو في هاد الإناء هذا. ممكن نستعملو أي شكل ديال الإناء، ممكن مستدير أو مستطيل أو أي نوع. تيجي هاد تقيل عليه يدي هاد نقول هذا. كناخد هادشي اللي باقي. صراحة هاد السباتيلا هادي كتنفع، نزل هاد البقية كلها مكنضيع والو. صافي تنقدو هاد العجين بشكل هدا، تنقدوه وكنديبو الفران. كنرشو عليه شوية ديال الشجلان، رشيت عليه شوية ديال الما، دابا غندير ليه الشجلان السمسم. حنا كنقول ليه الشجلان السمسم هدا رائع جدا، زين الصحة كيما ذكرت بعض الفوائد في بداية الفيديو، رائع جدا. ودابا غنديو الفران. بالنسبة للفران كنشعلو لتحت 180 درجة حتى كيطيب الخبز تماما، عاد كنشعلو الفوق باش يتحمر مدة 5 دقائق تقريبا على حسب الفران. هذا هو الخبز ديال السمسم السنجلان بعد ما طاب. الخبز صحي لصالح المرضى السكري والناس اللي عندهم سيلياك ما تاكلوش القمح حساسية الجلوتين، والناس اللي متبعين الريجيم الكيتو دايت ولو كارب، والناس اللي يعني اللي كيبغيو ينقصوا في الوزن ما كيبغيوش ياكلوا الخبز العادي. يعني خبز صحي فيه كل منافع كثيره، واللي بغى يصيب هذا الخبز هذا الا كانت شي حاجه اللي ما تناسب مع الصحي ديالو يمكن يحيدها هانيه. يعني غادي نحاول نسلها مع في هذا الاناء هذا. بحال الناس اللي عندهم مثلا الناس اللي بيقوا نباتي ما تاكلوش البيض ما تاكلوش الحليب مشتقاته. الخبز ديالنا بكل سهولة نزل في هاد الإناء هدا. خبز صحي زوين رائع، كنتمنى يعجبكم. غادي نحاول نقطعو باش رائع. الخبز كيصلح الوليدات اللي مرضين بالسلياكة والسكري، كيمشيو للمدارس ممكن تصوبو ليهم ساندويتشات اي نوع من انواع الجبن اللي كي او العسل. اللي عندهم سيليك راه كياكلوا العسل، العسل الحر. رائع جدا شكل الخبز. هذا الخبز هذا كيتفتت لان ما فيهش الجلوتين. يعجبكم هذا الخبز هذا وهاد الطريقة هادي، طريقة سهلة. الخبز كما قلت لكم صحي ديال الطاف في متناول الجميع، طريقة سهلة بسيطة. ممكن نطيبو في أي إناء كيفما كان النوع ديالي دائري مستطيل. كما كتشوفو كيتفرتت هشيش كيتفرتت إلا مفيهش البلوتين. هذا هو الخبز ديالنا صح الفطور كوتي. هذا الخبز الشكل ديالو كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها، طريقه يعني سهله ويعني خبز صحي وزوين ديال الدار.
إلى هنا كينتهي هذا الفيديو. دائما نقول لكم شكرا على المشاهدة وحسن المتابعة، وشكرا على التعليق ديالكم الزوينة تنقرأ كلها. شكرا جزيلا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.